مراكش قمة ريادة الأعمال تستقطب الأنظار، أكثر من 3000 مشارك كانوا في موعد الجلسة الافتتاحية للقمة الخامسة. خبراء اقتصاديون ومسؤولون حكوميون أجمعوا على أهمية الحدث ودوره في تنمية اقتصاديات الشعوب والتشجيع على الخلق والابتكار. صدق بن جينا، محمد شحيمة. اليوم الافتتاحي الرسمي للقمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال، توافد مكثف للمشاركين، خبراء اقتصاديون، فاعلون سياسيون وازنون على موعد مع أكبر فضاء في العالم لريادة الأعمال. إن هذه المبادرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي أوباما تضع المغرب في الواجهة في مناخ عالمي يتسم بالصعوبة في عدد من البلدان الإفريقية والإسلامية. هذه فرصة جد مهمة باش ندعموا هذا الشباب اللي عندنا ونزرعوا واحد الروح ديال لونتربرونيا في الناس المقاولين ديال المغاربة اللي غيكونوا حاضرين هنايا. أزيد من 3000 مشارك التقوا هنا في هذا الفضاء لتقاسم التجارب الناجحة في مجال الأعمال ولنسج شراكات والبحث عن تمويل الأفكار المبدعة لترجمتها إلى مشاريع خلاقة للثروات المادية والبشرية. مبادرة أمريكية تمد الجسور بين اقتصادات الدول النامية والفقيرة أو السائرة في طريق النمو. كنا دائما نؤكد على أن إفريقيا توجد في مفترق الطرق وعليها أن تجرب حظها من خلال مثل هذه القمم العالمية الكبرى التي ستمكن القادة الأفارقة من الالتقاء والتعاون من أجل هذه القارة. إنه حقا حدث كبير حين تكون أمريكا والمغرب في لقاء من أجل التعاون المشترك من أجل خلق طاقات شابة في مجال ريادة الأعمال. Who are doing entrepreneurial things. الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال تفتح الأفاق أمام أزيد من 3000 مشارك من خبراء واقتصاديين وفاعلين سياسيين ومسؤولين حكوميين من مستوى عال. أفاق مفاتيحها في الخلق والابتكار التكنولوجي، والمغرب الذي جند كل طاقاته من أجل إنجاح هذه القمة يسعى إلى تقوية تجربته في الريادة وإلى تأكيد حضوره الاقتصادي في بعده الإفريقي والعالمي. المغرب فخور باستضافة قمة ريادة الأعمال، بل إفريقيا برمتها، يقول جلالة الملك في رسالة موجهة للمشاركين في القمة. قناعة مشتركة تبناها الرئيس الغيني ألفا كوندي. أما نائب الرئيس الأمريكي فأعلن عن مبادرة كريستوفر ستيفنز للتبادل الافتراضي الذي يهدف إلى تعزيز التبادل بين الشباب الأمريكي ونظرائهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. روبرتاج خالد نجدي، هشام شكدال. فرص نجاح ريادة الأعمال متاحة أكثر من أي وقت مضى بفضل التكنولوجيا، تلك قناعة كشف عنها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أن بلاده عازمة على توسيع الفرص الاقتصادية أمام الجميع من خلال رصد غلاف مالي بقيمة مليار دولار لدعم القطاع الخاص في العديد من البلدان، ومستعدة لتقوية شراكتها مع المغرب. مؤسسة تحدي الألفية والمغرب تمكن من تطوير برامج سنستثمر حوالي 50 مليون دولار إضافية لدعم استراتيجية المغرب في مجال التكوين المهني في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تقوية كفاءة الشباب وتمكينهم للاستجابة لانتظارات سوق الشغل. رئيس جمهورية الغابون وغينيا علي بانغو والفا كوندي من جانبهما شدد على أن إفريقيا في حاجة إلى فكر مقاولتي وتمكين الشباب من الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة ووضع إجراءات تحفيزية ليساهموا في تطوير مجتمعاتهم. الانفتاح على العالم والدينامية وامتلاك التكنولوجيات الحديثة تعد مؤهلات ينبغي أخذها بعين الاعتبار من خلال تربية على ريادة الأعمال وتدريب مهنية وتدابير عمومية محفزة. إفريقيا التي توفرت دائما على يد عاملة وسوق جيدة لكن تفتقد للتكوين الجيد، يتعين عليها التركيز على التكنولوجيات الحديثة والابتكار وتعزيز روح ريادة الأعمال لتطوير معارفها. رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وخبراء يتحدثون من نحو 50 دولة دعوا أيضا إلى تطوير المناهج التعليمية وتعميم التكنولوجيا الحديثة وتحفيز الاستثمار، وذلك بهدف تحسين مستوى عيش السكان وتحقيق التقدم والتنمية المستدامة.